أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع العاشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. النهايات، وصلنا إلى النهايات مع مسرحية البطة البرية. سيكون لدينا المشروع وهو المقال التحليلي، وقبله سنقوم ببعض الأنشطة التي تعزز عملنا في المشروع. البحث والكتاب. سيكون أمامك عزيزي الطالب خيارات تستطيع من خلالها أن تختار ما يناسبك. راجع أصول المقال الموضوعي من كتاب اللغة العربية، ثم اختر سؤالاً بالاتفاق مع مجموعتك، وعد إلى المصادر المختلفة، المكتبة، الصحف، شبكة الإنترنت، ثم أجب عنه بما لا يقل عن 200 كلمة، موثقاً مصادر معلوماتك. انظر معي الخيارات. يسعى الكتاب من خلال أعمالهم إلى طرح قضايا متصلة بواقعهم، معتمدين طرقاً وأساليب عديدة لتقديمها. ناقش ذلك من خلال مسرحية البطة البرية، رابطاً ما تكتب بالمفهوم الرئيس للوحدة. بعد ذلك خيار آخر، تعد مسرحية البطة البرية مسرحية جيوكوميدية، فسر ذلك مع الربط أيضاً بيّن المنعطف الدرامي للمسرحية، مبرزاً اختيارات الكاتب الأدبية واللغوية. ننتقل بعدها إلى التعبير الشفهي، التفكير الإبداعي، الناقد، تنظيم المهارات العاطفية. اختر سؤالاً من الأسئلة الآتية، وقم بإنشاء محادثات حول، بحيث تكون المدة الزمنية من 4 إلى 6 دقائق، ملتفتاً إلى جميع معايير اللغة والأدب. تخيل أنك إحدى الشخصيات المسرحية، عبر عن آرائك وأفكار هذه الشخصية موضحاً دوافع أفعالها. علق على أحد فصول المسرحية متناولاً عناصر العمل المسرحي. تكلم بلسان الكاتب مبيناً الأسباب وراء كتابة البطة البرية. كل من هذه الاختيارات تحتاج إلى مدارسة، تحتاج إلى مراجعة المعلومات، إلى فتح المسرحية مرة أخرى لتؤكد الشخصية أو الفصل أو قراءة الكاتب. بعد ذلك سننتقل إلى مشروع الوحدة. يقوم مشروع الوحدة على المهارات الكتابية الإبداعية، حيث سيوكل إلى كل منكم عزيز الطالب مهمة كتاب مقال تحليلي في مسرحية البطة البرية. سنقوم بذلك وفقاً لخطوات مدروسة. دعونا نستذكر ملخص مسرحية البطة البرية. جورجس ويل الذي يضطر لقول الحقيقة بأي ثمن، يكشف لعائلة إكدال بعض المعلومات غير المطلوبة حول ماضي كل فرد من أفراد الأسرة. المعرفة تدمر أوهامهم وحياتهم الأسرية كآخر عمل مدمر. تقتل هيدفيج ابنة إكدال المراهقة نفسها بعد أن أبلغ جورجس ويل الأسرة بأنها قد تكون الابنة غير الشرعية لرجل آخر غير والدها الحبيب. إذن الحقائق التي لم يكن لها داعي هي ما يدمر الأسرة ويحول دون أن تبقى على تواصل. سنبدأ في اليوم الأول بكتابة المقدمة، وكما قلت لكم وأخذنا أن المقدمة ستشمل الكلام عن الأدب بشكل عام والأدب بالمترجم، ومن ثم سندخل إلى مسرحية البطة البرية. المؤلف، سنتناول بعض المعلومات عن حياته في فقرة ثانية. تحليل العنوان وكيف يرتبط العنوان، هي كلها أمور قمنا بإجرائها، ولكن سنقوم بجمعها في المقال التحليلي. يعني سترى أن المقال التحليلي في هذه الخطوات ليس بجديد وليس بصعب عليك. وفي اليوم الذي يليه سنقوم بدراسة المكان والزمان
نحصر الأمكنة والأزمنة المذكورة في كل المسرحيات. الشخصيات سنصنفها إلى شخصية محورية، شخصيات رئيسة، شخصيات ثانوية وما إلى ذلك، كما قمنا بدراستها بالتفصيل أثناء نشاطات الكتيب. الخطط السردية للمسرحية كاملة، تذكرون أننا كنا نكتب الخطط السردية لكل فصل على حدة، وكنت دائما أقول لكم أنه ليس بالضرورة أن يتشكل الهرم، هرم التصاعد وذروة التأزم والهبوط إلى الحل، ولكن عندما نكتب الخطط السردية عن المسرحية كاملة يجب أن يتكون عندنا الهرم الذي قمنا بمناقشته، اختيارات الكاتب الأدبية من الأساليب الإنشائية والتقنيات كيف تؤثر على الكاتب، وبعد ذلك سنكتب الخاتمة تبرز فيها رأيك، تبرز فيها مراحل دراسة هذه المسرحية، أريد أن أرى ذاتك في هذه الفقرة. هذا عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع العاشر، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم.